يا أطفال، عمو يزيد هالمرة رح يتطرق لموضوع مهم جدا، هو اليوم العالمي لغسل الأيدي. غسل الأيدي مهم جدا يا أطفال. أبيكم الجراثيم في كل مكان، لك لازم تغسلوا يديكم بعد اللعب. عزيز عبد القادر، وليد الشهيد عزيز عبد القادر. مادام تكلمنا عن نظافة الأيدي مهمة جدا، نذكركم أغنية تتكلم عن النظافة. نظف مكانك من دنس، واحفظ جمال الملبس، طاهر بقلب مخلص، اسعى إلى أجمل حياة. نظف مكانك من دنس، واحفظ جمال الملبس، طاهر بقلب مخلص، اسعى إلى أجمل حياة. إذن راسلوا نعب موقع الانترنت عمويزيد.com وضغطوا على زرار آراء وملاحظات، وين تبعتوا لنا رسائل تاعكم. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. نظف مكانك من وسخ، واصرف على الناس الأذى، تلقى من الخير الكثير، تلقى من الله الرضا، تلقى من الله الرضا. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يا